كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنرجع لكم بهذا الفيديو مره اخرى اللي كنوثق من خلاله الرحله ديالنا الى دبي في الامارات العربيه المتحده. وطبعا كل شيء كيعرف المكانه العالميه اليونيفرسال ديال العاصمه دبي ضمن المدن الكل الكوسموبوليتيه في العالم. الرحله عندنا فيها 7 ايام وعفوا 7 ليالي و 8 ايام. الانطلاقة كانت يوم 12 يونيو 2023 عند الساعة تقريبا 9. كان عندنا الديبار ديال الطائرة من مطار محمد الخامس، غادي تكون على الساعة 1 ليلا. وفضلنا أننا ناخدو الوقت المريح ديالنا باش نوصلو في الوقت ونحترموا الاجراءات ديال التسجيل وديال التشيكين وديال الجمارك، وناخذ وقتنا طبعا باش نرتاحوا ونطلعوا للطياره. فركبنا في التران على الساعه 9 تقريبا 1 كنا في مدينة الدار البيضاء. ولكن طيلة الرحلة هذه من فاس للدار البيضاء كنا مازال ما توصلنا شيء بطائق ديال التذكرة ديال الطيارة، يعني كل الأمور كانت على ما يرام، الحجز ديال الفندق، الفيزا، بقات التذكرة ديال الطائرة، كنا باقي ما توصلناش ليها. ولهذا فضلنا أننا ناخدو تران ونوصلو للدار البيضاء، ولما نتوصلوا بالتذكرة ديال الطائرة طبعا غادي نطبعوها وغادي نبيعو بها في المطار. وفعلا هذا الشيء هو اللي كان. فاتصلت بالوكالة ديال الأسفار اللي أرسلت لي تذاكر ديال الآلي الذهاب والإياب تقريبا في 12:30. فلما وصلنا للدار البيضاء طلعتهم في واحد المطبعة قريبة من محطة القطار الدار البيضاء المسافرين، وخدينا القطار ديال المطار. وصلنا، الإجراءات ديال الدخول كانت بسيطة وسهلة، ماشي بحال المرة الفائتة يعني في إسطنبول أو في بانكوك. كانت الإجراءات ديال الدخول بسيطة وطلعنا. كانت الأمور ديال تشيكين ديال لي تيكت كانت فيها شوية ديال التعقيدات، لأنه وقع مشكل في
التوقيت ديال الذهب اللي كان في الواحدة ليلا، ولكن وقع تأخير ديال ساعتين، وصبح الانطلاق ديال الطائرة في 3:20، يعني وبالتالي كان علينا أن نبقى في المطار واحد مدة طويلة، يعني ما يقرب من 6 ساعات أو 7 ديال الساعات. المهم درنا الإجراءات ديال الدخول، ومشينا للترمينال 1 اللي فيه غادي نركبو. تمام، الساعة الثانية بدأت الإجراءات ديال دخول الطائرة، و دفعنا الباجاج ديالنا و دخلنا للطائرة. وقعت واحد الحادث بسيط جدا، هو أنه فاش بغينا نتحققوا من التذكرة ديال الطائرة، التذكرة ديالي لقيتها في الباص، ولكن التذكرة ديال مدام ما لقيتهاش. فاش رجعت للمكتب ديال التحقق، أكدت لي السيدة اللي تتعامل تما على لأنها أعطت تذكرة للمدام، وقالت لي انا غادي نولي نتحقق في السيستم، ودخلت للسيستم ولقيت على ان التذكره خرجت. فبالصدفه كنلقاو ان التذكره طايحه في الارض. المهم هذا حدث عابر كيوقع. ومره اخرى مشينا للترمينال وقصنا الى حين حلول وقت الانطلاق، ف دخلنا الطائرة. المشكل أنه المقاعد ديالنا كانت متفرقة، كان السيدة عندها 28 جي، وأنا كانت عندي تعقيد 36 دي. فاتصلنا بدوك ليزوتيس اللي تما، قالك راه الطائرة خاوية ونتقدروا على ما يترصاو الأماكن في بلاصتهم، وديك الساعة يمكن نبحثوا على جوج ديال المقاعد اللي واحد حدا واحد. هذا الشيء هو اللي وقع، فخلينا حتى الناس خدات المقاعد ديالها، وخلينا جوج ديال المقاعد بجانب النافذة ديال الطائرة. الطول ديال الرحلة هو تقريبا واحد 7 أو 8 ديال الساعات اللي قضيناها كلها في الجو، الملل طبعا ديال طول الرحلة والتعب، ومرة كيزودونا هادوك لي زوبيس بالمشروبات وبالأكل، حتى تقريبا وصلنا لدبي، توصلنا للمطار ديال دبي. مطار دبي طبعا راه مطار عالمي، لكن ماشي بالمواصفات ديال مطار اسطنبول او مطار بنكوك. على كل حال اننا زلنا درنا اجراءات نتاع عاوتاني ديال الدخول لدبي، وكانت الامور كلها بخير وعلى خير. لقينا السائق ديال الحافله كينتظرنا،
بعد ما تحقق الاسماء ديالنا في لا ليست خدانا الفندق. كان الرقم ديال الفندق هو 209 والغرفة كانت غرفة يعني ماشي بداك المستوى ديال على الأقل ديال بانكوك. وقضينا الليلة الأولى تما في الصباح، فقت بكري ومشيت فطرت، خديت البريكفاست ديالي مع 7:40 تقريبا، ومن بعد طلعت ومن بعد هبطت مع فاطمة باش تاخد البريكفاست ديالها، وبقينا تنتظروا الحافلة اللي غادي تدينا لهذاك الجولة في المدينة الجميرة والفندق ديال برج العرب. إلى حدود الآن هو أوكي، السلام عليكم وإلى اللقاء. من بعد الأفترنون يعني من بعد الغداء خدينا الحافلة اللي كتدي لنهاية المول واللي بعيد على الفندق ب 25 دقيقة. اوكي، وصلنا للمول، وفي الطريق طبعا ما نحتاجش نوصف لكم الشوارع والبنايات الشاهقة، يعني هذاك شيء خيالي خيالي جدا. وصلنا للمول ديال هايت، طبعا المول كله مكيفات هواء ودرجة الحرارة على في الخارج كتوصل 39 38 40 درجة، يعني اليوم اللي التاريخ ديالو هو 13 جوان 2023. المول كيف قلت كله مكيفات هواء وكله متاجر، كاين ملابس، كاين العطور، كاين المطاعم، هو من اشهر المولات اللي كاينين في دبي. هنا في المول خديت وجبة غداء تقريبا مركبة شوية بعد الرجيم، ومن بعد الغداء هبطنا للدرج الأسفل وخدينا خديت واحد القهوة كابوتشينو ب 19 درهم إماراتي. أنا كنتكلم معكم وأنا كنشوف يعني واحد العديد ديال الجنسيات من شتى أنحاء العالم اللي تدور هنايا في المول.
يعني كاين الأفارقة، كاين الآسيويين خصوصا من الفلبين أعتقد كوريا، وكاين من روسيا، وطبعا من الدول العربية، وكان بعض الناس اللي هما من المغرب العربي. في الحقيقة ما تسوقناش في المول ديال هايلز، طبعا لأن الأثمنة باهظة جدا، ولهذا أجلنا التسوق إلى الغد. ومع الساعة عمل الخامسة وإنجاز خرافي وخمسة دقائق أنجزته خرجنا دولة الإمارات ديال العربية المول، المتحدة لقينا من في الحافلة المجانية الطابقية لقيناها 24 في باب الفندق في الموعد المحدد. برج خليفة كانت الآن شوفوا مرتفعة جدا خارج العمارات المول، والمباني الشاهقة وبالتالي هو يعني صعود الحافلة كان في 25 دقيقة، ولكن السائق أعتقد الباكستاني يعني أشار لنا باش يمكن لنا ندخل الحافلة اللي فيها مكيفات الهواء ونجلسوا. فبقينا جالسين ننتظر إلى أن يعني جاءوا بعض الركاب الآخرين، يعني الحافلة مفتوحة اللي بغى يركب ويمشي في ذاك الاتجاه كيركب. وفي 5:30 انطلقت الحافلة تجوب تلك الشوارع الفسيحة ديال دبي، يعني العاصمة دبي عاصمة يعني هذه عصرية لا فاكتور ديال الغداء متقدمة بكل المقاييس، ما هي الغداء كأنها ولاية من الولايات ديال الولايات المتحدة الأمريكية. أنت شوف المواد اللي فيها، عن البنايات الشاهقة وعن جمالية يعني الهندسة والإبداع في الهندسة. الإبداع طبعا ما تيكونش غير في المجال الفني، الموسيقى والفنون التشكيلية وغيرهما، ولكن الإبداع أيضا كيكون حتى في الهندسة، الإبداع في الهندسة، وهذا كيتجلى في البنايات اللي موجودة في دبي. فمشينا عبر الحافلة رجعنا للأوتيل وجلسنا في الأوتيل ارتاحينا، وثم في الليل خرجنا مشينا ضلنا شوية وشربنا قهوة اسبريسو في إحدى المقاهي القريبة من الفندق ثم رجعنا. اليوم في المقرر أنني غادي نمشي عفوا عفوا اليوم مشينا للمول ديال القرية الهدايا، المول ديال قرية الهدايا دو جيفت فيليج. وهذا المول ديال قرية الهدايا موجود على بعد تقريبا 75 كيلومتر عن الفندق أو عن منطقة دبي سيتي انترنت، و
مشينا عبر التاكسي. السائق كان سائق باكستاني، والتاكسي طبعا مجهز بمكيف هوائي. والسائق بقى كيتحدث معنا باللغة الإنجليزية وتشرح لنا بعض الأمور. أمام لوحة القيادة كاين شاشة صغيرة جدا على شكل آيباد، وهذيك الشاشة فيها كي يعني تتسجل العداد ديال الكيلومترات مع الثمن، يعني ما فيهش يعني ما فيهش يعني لاعب أو فيه احتيال على الزبون. و السائق الباكستاني سولني قال لي فين غاديين، قلت له غادي لقرية الهدايا. قال لي قرية الهدايا فين يعني؟ قلت له بدي قرية الهدايا. قال لي لا، راه ما كايناش قرية الهدايا وحده، دو جيفت فيليج، دي ار ميني جيفت فيليج، يعني قرية الهدايا كاينة في هذه المنطقة، وقرية الهدايا في المنطقة الأخرى، وقرية الهدايا في منطقة أخرى. فقلت له أنا قرية الهدايا الموجودة في منطقة الدفرة. الدفرة والدفرة هي منطقة بين المناطق، بحال لا تنقولوا حي أو حومة، منطقة ولكن هي منطقة شاسعة، منطقة في دبي تسمى الدفرة. فخدنا لتما و خدنا تما، ويعني عبر الطريق ايضا مرة اخرى يعني كنشوفوا البنايات. ومن بين الامور اللي شفت طبعا اكبر خاتم في العالم اللي هو ومنقوش باللغة العربية، وهو خاتم شهير موجود في دبي. وصلنا لقرية الهدايا، السوبر ماركت قرية الهدايا. وصل العداد ديال التاكسي 65 درهم، 65 درهم يعني تقريبا 100 تقريبا 3000 ريال، ديال يعني تقريبا 150 درهم مغربية. ودخلنا القرية الهدايا، دخلنا للمول ودرنا تما وخدينا بعض الهدايا للعائلة. اللي وقع هاد النهار ديال المول ديال قرية الهدايا هو أنني أديت في لاكاس، أديت الثمن ديال المقتنيات اللي خديت، وخرجنا وجلسنا على برا كان ننتظروا قدوم تاكسي. ف ورجعت دخلت للمول باش ناخد شي قرعه د الماء وشي مشروب غازي كوكاكولا، ودخلت خديتهم وانا كناخذهم وهو يتصل بيا ولدي عبر مكالمه فيديو. تذكرنا شويه وعاوتاني دزت لاكيس وديت الثمن ديال الماء وديال الكوكا وخرجت. فبمجرد ما خرجت بغيت واقف كنتظر الطاكسي، فقلبت جيابي ما لقيتش الهاتف. الهاتف ديالي ما لقيتوش، فبقيت تنشوف واش يمكن طاح في الارض، ما كاين شيء. ففي ديك اللحظة دخلت رجعت للمول. فالغريب اللي وقع هو انني لما دخلت للمول واتجهت لاكاس اللي اديت فيه، فاذا احد الاشخاص كان واقف تما، المستخدمين
هو شاف فيا وبدات يضحك، فقال لي شنو وقع؟ وات هابند؟ انا اي لوس ماي فون، ماي سيل فون. وبقات يضحك، فانا استغربت اللي الحكا ديالو، قلت كيفاش انا تنقول له راه مشى للهاتف ديالي وهو تيضحك. فاشار لي الى المكتب ديال الاستقبال، قال لي راه لهيه. ومشيت للمكتب ديال الاستقبال، سلام جبدت واحد السيده التليفون ديالي، قالت لي واش هذا؟ قلت لها هو هذا. قالت لي واخا باش نتاكد بانه ديالك حلو. فدخلت الكود وحليت الهاتف. عجيب. في ديك اللحظة تهضر معايا واحد السيد باللغة العربية، من بعد قدم لي نفسه لأنه إيراني، من إيران، اسم ديالو ياسير. فشكرته بزاف لأنه قدم لي خدمة يعني ما تنساهاش، يعني تقريبا هو اللي احتفظ لي على التليفون ديالي، وحتى رجعت له وحتى ردوا لي. ايوا وقفنا وبقينا تنتكلموا. هو عنده يعني واحد الفكره شويه على المغرب، عنده فكره يعني راي جميل على المغرب، وذكر لي بعض المدن في المغرب وخصوصا المدينه ديال الشاون بالجماليه ديالها وباللون الازرق ديالها. فالمهم وايضا اثار لي تلك المقابله في كره القدم الشهيره بين المغرب وايران في كاس العالم روسيا 2018، واللي انهزم فيها المنتخب المغربي باصابه 1-0، واللي كان طبعا ديك الاصابه اللي كان اعتقد سجلها لينا هو اللاعب ديال الدفاع المغربي ديرار اعتقد. على كل حال انني الحمد لله انني خديت الهاتف ديالي. وفهذا الايراني ايضا قدم لي خدمه اخرى، هو انه طلب من مكتب الاستقبال باش يتصلوا بشي تاكسي باش يجي ياخذنا من. ففعلا طبعا كل شيء بالتطبيقات الرقميه والتكنولوجيه، دخلوا الايباد ديالهم ديال المول وتبعوا اقرب تاكسي يمكن يكون قريب للمول واتصلوا به، ومن بعد دقائق قليله جدا جاء. ايوا المهم شكرتهم جميعا بزاف، وخديت التليفون ديالي وركبنا في التاكسي ورجعنا للفندق. في الفندق طبعا جلسنا ومن بعد ما خدينا دوش، وفي تمام 8 مساء خرجنا درنا في المنطقة ديال دبي سيتي انترنت، وخدينا واحد الكابوتشينو ثم رجعنا. اذا بعد قليل غادي نحكي لكم على الزيارة ديالنا لأشهر معلم في دبي وهي برج خليفة. بالنسبة للبرج خليفة الذي يعتبر من أبرز وأشهر المعالم السياحية ليس في دبي فحسب وإنما في العالم، باعتبار أن هذا البرج يعتبر هو أعلى بناية في العالم، ويبلغ طوله 800 متر، وعدد الطوابق فيه 164 طابق.
الزيارة ديالنا لبرج خليفة كانت عبر تاكسي اللي استقليتو من الباب ديال الفندق، و توجهنا لبرج خليفة. السائق كان من جنسية نبالية، نبال من نبال، يتحدث إنجليزية متعثرة. على كل حال ليس يعني أسوأ منا، على كل حال أننا مشينا معه وحنا غاديين، وحنا تحدثنا شوية على النيبال، تحدثنا شوية على المغرب. فقال لي على أن المسافة ما بين نيبال ودبي هي 3 ساعات عبر الطائرة، وتعجب كيف أننا جئنا من المغرب عبر 7 ساعات من الطيران. عموما أننا وصلنا لبرج دبي، فإحنا كنا اللغة دي تحتنا في البوابة ديال برج دبي. قال لنا هو على أنه ماشي البرج دبي فين غادي تنزلوا، ولكن غادي تنزلوا في المول ديال برج دبي. في المول، فأنا طبعا ما فهمتش المعنى، قلت ربما هو كيبغي يعني استدرجنا باش ندخلوا للمول لنشتري شي مسائل تمايا. ولكن فاش ادانا لبرج خليفة، البوابة برج خليفة، فخدينا بعض الصور تما وبعض الفيديوهات، ولكن في البوابة ما خلوناش ندخلوا. قالوا لنا بأن الدخول إلى برج خليفة والصعود إلى الطابق 124 اللي غادي حجزنا التذكرة ديالو يمر عبر المول. فتأكدنا ديك الساعة على أن الدخلة ديال برج خليفة من المول، فدخلنا من المول ومشينا واحد المسافة طويلة كلها حواجز وكلها تفتيشات، يعني كأنك تتعبر واحد يعني مطار بهذا التفصيل. المهم نفس الإجراءات اللي كاينة تقريبا في المطار دوزناها تما حتى وصلنا الباب الرئيسي اللي فيه المصعد الاسانسور اللي غادي نطلعوا للطابق 124. فدخلنا ورينا الحارس الخاص البطاقة ودخلنا. هذاك المصعد كيهز تقريبا 10 الناس، فطلعنا يعني فرمشتحين ما تعدتش يعني تقريبا واحد 5 دقائق قبل الطابق 124، حيث ان المصعد طالع احنا كنشوفو يعني طوابق تتوالى الواحد تلو الاخر يعني بواحد السرعه فائقه. حتى وصلنا للطابق 124. ما ننساش انه في هاد الطلعه يعني خلال حنا طالعين حسيت بالضغط، وحسيت بان الودنين ديالي تسدو فعلا. ولما وصلنا للطابق 124 وشفنا داك داك العلو الشاهق جدا اللي فات، العلو ديال بانكوك، لان في بانكوك كنا طلعنا في واحد العمارة العلو ديالها 4
وثمانين طاقة، احنا الآن في 124، يعني 44 أو 40 طابق بلس. في الحقيقة كانت الدهشة يعني منفردة. كتشوف يعني من طابق 124 للمدينة على الأرض، يعني تبدو كأنها مدينة لعب ديال الأطفال، صغيرة جدا، السيارات تبدو مثل حشرات صغيرة جدا. ومارينا دبي أيضا كيبان صغير. وعلى كل حال أنه مشهد ما يمكنش نوصفه أكثر من هذا اللي قلت، لأن ليس من رأى كمن سمع. عموما اننا وحنا كان ندورو مع الحاشيه ديال المول وكنشوفو في المدينه، جات عندنا واحد اعتقد امراه فلبينيه وقالت لنا واش ناخذو صور. احنا اعتقدنا على ان الصور مجانيه، فجلستنا على واحد الكرسي ديال الزجاج، ومن مورانا كاين واحد الخلفيه الكترونيه. هذه الخلفيه الالكترونيه يعني تتبدل الصور الخاصه بالبرج، صور هائله وجميله جدا. ايوا المهم بقات كتاخذ لنا صور وكتضحك معنا وكتورينا بعض يعني بعض البوزات ديال يعني واش بعنا ضحك معها. مرة كتقول لينا جوج ليكم، مرة جوج ليكم، مرة شوف فيها وتشوف فيك. مرة على كل حال اننا لما انتهينا من التصوير، حنا كنا كنعتقدوا على ان هذاك التصوير هو مكافأة للزيارة ديالنا لبرج دبي، ولكن الصدفة عندنا مشينا معها لاكيس، ومن خلال واحد الشاشة بحال الكمبيوتر ولات كتعرض لينا دوك الصور وحدة تلو الأخرى وتتقول لينا واش بغيتي هاد الصورة؟ يس. واش بغيتي هادي؟ يس. واش بغيتي هادي؟ نو. واش المهم تقريبا عدد الصور وصل ممكن 10 صور. فلما سولتها قلت لها شحال، بقات كدير ديك العملية ديال الجمع، لقات بأننا دوك الصور خصني نأدي 1000 درهم إماراتي، ما يناهز 3000 درهم مغربية، يعني 300 دولار، 300 دولار. في البلاصة صرفتها أنا، قلت لها أبدا ما غناخد حتى تصويرة ولو واحد. لما عيات مثل الحمود لما نخرج، اوكي، لان الصوره غادي تصح عليا يعني تقريبا واحد 2000 ريال، صوره واحده 100 درهم مغربي، سي امبوسيبل. اوكي، ايوا. المهم خديت واحد الكابوتشينو تما وخديت صورة مع النادل ديال برج دبي، ودرنا شوية ودزنا لذاك المول اللي تما. وهذا أعتقد هذا كل ما كان، ومن بعد خرجنا وخرجنا من الجانب اللي فيه المحطة ديال الطاكسيات، واستقلينا طاكسي اللي ردنا للفندق. اذا هذا هو اليوم اللي زرنا فيه برج خليفة، وكان في الحقيقة يوم تاريخي،
لأنه زرنا فيه واحد المعلمة عالمية اللي كيعرفها الجميع وكيعرفها العالم كله. هذا هو يعني. ومن بعد في العشية كيف العادة خرجنا مشينا خدينا مشينا تغدينا في واحد المطعم قريب من الفندق. ومن بعد خدينا قهوة وفي المساء غادرنا إلى الفندق. إذن هذا كل ما كان في اليوم ديال الزيارة ديال برج خليفة. ألتقي بكم بعد قليل في وصف آخر ليوم آخر في العاصمة العالمية دبي. مميز هذا الزيارة أيضا هو واحد الجولة صباحية قضينا فيها الحصة الصباحية كلها في زيارة أشهر المعالم في مدينة دبي، يعني من دون برج خليفة. هناك عدة معالم سياحية عصرية تشتهر بها دبي، من بينها برج العرب. وبرج العرب هو ذلك الشارع البنائي اللي موجود في البحر. هو فندق، هو عبارة عن شارع كبير جدا. أيضا شفنا متحف دبي، هو متحف قديم ولكن غير مفتوح لأنه قديم جدا. وعلمنا أن السلطات في دبي هي بصدد بناء متحف آخر عصري. أيضا من بعد الجولة دخلنا لواحد المتجر مشهور ببيع البخور، وخدينا من عنده بعد البخور. ثم بعد ذلك مشينا للمتحف الإسلامي اللي كيتوجد فيه واحد العدد ديال الزرابي وعدد ديال الخيول النحاسية واللوحات الأصلية، يعني لوحات أوريجينال. هذا المتحف الإسلامي منعنا من التصوير. كاين يعني الزرابي اللي كتوصل للملايين الملايين ديال الدراهم المغربية. وهذا كله ما في الأمر. ثم بعد ذلك أرجعنا للفندق، ثم في بعد الغداء مشينا للمول ديال إمارات مول. هذا هو المتجر أو السوبر ماركت الشهير جدا في دبي، اللي بكل صراحة لقينا يوم السبت خاص بالزوار، اللي كي خصوصا الزوار اللي يتناولون طعام الغداء. كان عامر بواحد الشكل مدهش،
على كل حال يعني هذه لا صعوبة فاكتور ديال لقينا الغداء. بس لقينا الطاولة ديالنا اللي غادي نتغداو فيها. ألوغ بالنسبة لليوم التالي أنت شوف المواد اللي فيه. خدينا الحافلة، خدينا الأوبيس ومشينا للشاطئ. مشينا للشاطئ، الشاطئ ديال دبي. يعني يكفي فقط أن تكون يعني في شاطئ دبي، لا مجال للمقارنة أو للوصف. شاطئ نظيف جدا، وكل كل مؤتت بالمطاعم وبالمقاهي الفاخرة. كان نتذكر أننا شربنا قهوة إسبريسو وكاس ديال العصير ديال الأناناس. التكلفة كانت هي 150 درهم مغربية، يعني تقريبا 150 درهم مغربي. وفي العشية مشينا تغدينا في المول ديال مول معديرة على هاد الأفة ديال النسيان. مول مع الأسف هو مول بعيد جدا عن مدينة ديال دبي، يعني تقريبا ب 30 كيلومتر. 30 كيلومتر، وهو موجود في الطريق، يعني في الاتجاه ديال مدينة العين اللي كاينة في الشارقة. ومول كبير جدا، وكيف جميع المول ليس فيه يعني منتوجات تختلف عن المنتوجات الأخرى. اللي نسيت ما قلت لكم هو واحد الزيارة اللي زرناها المول، الاسم ديالو ميركادو. هذا المول ميركادو مول فاخر جدا، وهو مبني على الهيئة ديال البنايات الإيطالية. اللي أدهشني فيه هو واحد السيارة فاخرة. كانت هاد السيارة الفاخرة معروضة للبيع، واللي كان كيقدم هاد السيارة هو واحد الفتاة. فأنا بغيت نسولها على سعر ديال السيارة، وهي من نوع كادياك. هي من نوع كادياك، ف يعني بسرعة عرفتني من المغرب. فلما سألتها لقيتها من مدينة فاس، وتحديدا من حومة بن دباب. عموما هذا هو الشيء الغريب. ممكن يعني العديد من المستخدمين من المغرب ومن الجزائر على الخصوص، من المغرب والجزائر. إذا صديقتي أصدقائي، غادي ألتقي بكم بعد قليل في تتمة هذه الرحلة إلى المدينة الساحرة دبي. صديقاتي أصدقائي، تحية طيبة للجميع. مرحبا بكم في الجزء الأخير من هذه الرحلة الشيقة التي قمنا بها إلى العاصمة دبي.
أعتقد أنني حاولت ما أمكن أن أخذكم معي في هذه الرحلة الجميلة إلى هذه المدينة الساحرة، المدينة العالمية. في اليوم الأخير كنا قضيناه على شاطئ البحر، وهو أساسا كنا كنبحثوا على مارينا دبي، لكن مع الأسف أنه المعلومات ما كانتش عندنا مضبوطة جدا، وبالتالي أنه قضينا الصباحية الثانية في شاطئ دبي، وهو يعني شاطئ ذو رمال بيضاء جميلة وناعمة، و يعني تحد شريطه الحديد من المطاعم والمقاهي والأماكن المريحة المجهزة بالكراسي الوتيرة. في هذا الشاطئ تناولنا بعض المشروبات، وعند الزوال خدينا تاكسي وعدنا إلى الفندق، ثم في العشية خدينا الحافلة السياحية وانطلقنا إلى فندق ميركادو. فندق ميركادو هو من أشهر إلى مول ميركادو، هو من أشهر المولات والمتاجر الكبرى وخدنا فيه بعد يعني بعد تذكارات وخدنا فيه واحد الوجبة غذائية شهية جدا، ثم بعد ذلك في تمام الساعة 7:30 استقلينا حافلة الفندق وعدنا إلى الروم، وتم طبعا كانت هذه هي الليلة الأخيرة اللي غادي نجهزوا فيها الحقائب ديالنا باش غدا إن شاء الله عن الساعة 10 سننطلق إلى المطار للعودة إلى الوطن العزيز. طبعا هذا كل ما في الأمر، إشارة فقط إلى أن الصور والفيديوهات اللي كتشوفوها في هذا الفيديو هي صور وفيديوهات غير مرتبة في سياق الوصف ديال هذه الرحلة هذه، لأنه مشكل ديال الوقت ومشكل ديال أشغال أخرى التي تمنعني من توضيب الفيديو يعني بواحد الشكل فني وواحد الشكل يعني يتساوق فيه القول مع الصورة. إذن هذه دعوة لجميع الصديقات والأصدقاء لزيارة دبي. دبي اللي عندها هذه الخصوصية الحداثية الفائقة جدا، دبي التي تختلف
طبعا عن مختلف العواصم العربية الأخرى، لا يمكن مقارنة دبي بالقاهرة أو مقارنتها بتونس أو بالرباط أو ببغداد. دبي هي مدينة حديثة جدا، دبي قد أقول أنها تسبق عصرها، وفي الحقيقة أن يعني أي شخص زار دبي فأعتقد أنه قد عاش عصره بكل تفاصيله وبكل تقدمه وحداثته ومظاهره المودرن الجميلة جدا، ولعل أشهرها برج خليفة. إذن صديقتي أصدقائي، شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، وإلى اللقاء في رحلة قادمة إن شاء الله. بالسلامة عليكم.